مصفي أركان ثورة 25 يناير. هذا الحكم الذي صدر يدل على أن هذه الدولة لا تحارب الإرهاب. لو كانت تحارب الإرهاب المفروض يبقى الحكم بحظر حزب الحرية والعدالة وحزب النور وحزب البناء والتنمية وحزب الأصالة، لكن اشمعنى ساب الأحزاب الإرهابية الدينية وجاي على حركة 6 إبريل اللي هي الجسم الصلب لثورة 25، ولا هو بيخلص دار مبارك عشان 6 إبريل اليوم ده بيسبب له قلق؟ هذا اليوم الذي دهست فيه صورة مبارك بأحذية الشعب الثوري في المحلة. وقفة النهاردة هي بداية لموجة ثورية جديدة، بداية للموجة الثورية الثالثة التي ستأتي بحقوق الشعب المصري، موجة اشتراكية بإذن الله ستقتص من الرأسماليين الذين نهبوا أموال الشعب المصري. قد أختلف مع سياسات 6 إبريل، ولكن أعلن عضويتي وانضمامي لحركة 6 إبريل عضوية تضامنية حتى يرفع عنهم الحظر. الأفكار لا تحظر، هذا نظام غبي لا يفهم أن زمن الحظر ولا وانتهى. نحن في زمن الفضائيات، زمن التكنولوجيا، ولكن هذا النظام 23 يوليو 52 نظام الطاغية عبد الناصر، ومن بعده السادات، ومن بعده مبارك، ومن بعده المتأسلم مرسي، ومن بعده الإرهابي السيسي، قاتل الشهداء وقاتل المدنيين العزل في كل مكان. يعني حضرتك كده بتدعم حمدين صباحي في الانتخابات؟ أنا مقاطع مسرحية الانتخابات الرئاسية، أنا لن أدعم أحداً. نحن سنعمل على الثورة، الثورة تقبرها الصندوق، الصندوق هو صندوق العسكر، فكيف أذهب إلى صندوق العسكر؟ القضاء قضاء العسكر، فكيف أأمن على صوتي والذي سيشرف على الانتخابات هو هذا القضاء الشامخ؟ ماذا بعد المقاطعة؟ مستنيين تعمل زي ما قطعنا قبل كده، واللي شاركوا هم اللي أعلنوا ندمهم أنهم أخطأوا بالمشاركة، أعلنوا ندمهم حينما شاركوا في مسرحية 19 مارس، ثم انتخابات الشعب، ثم الشورى، ثم بعد ذلك انتخابات مسرحية الانتخابات الرئاسية الماضية، ثم دستور الإخوان، ثم دستور محمود بانجو، ثم الآن دستور، ثم بعد ذلك مسرحية الانتخابات الرئاسية. هل تظن أن السيسي الذي يحكم من يوم 3/7 حقيقة وليس عدل منصور سيفرط في الكرسي؟ هذا القضاء النزيه هيبقى نزيه في الانتخابات. الجيش هو الذي سيحمي الصناديق وستبيت الصناديق في احضان الجيش. طب شايف مين اللي ممكن يبقى في الوضع؟ ايه الاسم اللي بترشحه يكون الرئيس؟ هو خلاص الصندوق اتقفل، بس شايف مين اللي ممكن ينقذ الصندوق؟ الرئيس القادم سيسقط ولن يذهب الى ترى، ولكنه باذن الله سيحاكم في ميدان التحرير. مين ممثل الثوره من وجهه نظرك؟ ليس للثوره ممثل الا هؤلاء الشباب الذين لم يخونوا ولم يبيعوا ولم يتحالفوا مع العسكر. يعني نادي دستور جديد وانتخابات من اول جديد. الثوره القادمه ستصنع كل شيء باذن الله، اما هذه فمسرحيه. الورق ورقنا، الورق ورقنا، والدفاتر دفاترنا. وامضي يا ابو وامضي يا ابو العلا، والشيخ جاهز يقول واطيعوا الله واطيعوا الرسول، اولي الامر منكم. الله عليك يا عم.